الشعب التونسي عنده قيمة، وارد من أصيلة قديمة، اللي يحب السوء والجريمة إذا تظلم ما يزيد غرامة. باب موقوف في السجن، كانت مطالب ومطالب بس بسيطة جدا. نارين خلوني نمشي نمشي، عندي شوية نمشي. خليني نحكي معه. وتحكي معه مرة ضرب شي سكرك بليش؟ ونعفسه على الشعب هك 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 عافس عليه. ما تلفت لنا حد، هذه الزبل الموت وفيها نقعدوا فيها مش نتوانسا. هي تعال اطلع البط اطلع البط اطلع عبي 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 لمسه لك في البلاد لمسه لك يعني كل كيف كيف. يا سيدة جيتك بدخيل طلبة فضلك يا شرعية. زاوية تلم بالزوالي لاني 20 عائلة راي عايش فيها، اللي بيع في البخور واللي بيع في الحلوى واللي يضرب في التجانية. اللهم أجرنا وأجرهم فينا النار. عبارة تفسخوا في تاريخنا، تجي أنت مقامك النذية وتحرقوا، عبارة جيت للتاريخ وفسختوا. تم الثورة جت بجوج طيارات ودبابة والكل خبزوا ماء وبنى عليه ليه وروح قدام البيك يا شهيد.